معانا السيدة أم محمود، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله نعمة وفضل. شيخنا أنا عندي مشكلة حضرتك، أنا عندي بنت مريضة. طيب. رفضت إن أنا أتجوزها، فجالها عريس وأصر إنه يتجوزها، عارف إنها مريضة وما كدبتش عليه. طيب. وبعدين حضرتك حتى الدكاترة ما كانوا بيروحوا كنت بوديه معاها عشان يعرف الحالة أكون أنا مش كدابة عليه. المهم حضرتك أنا جوزتها عندي في البيت إن ظروفهم كانت لا تسمح. طيب. قعد معايا فترة وبعد كده لقيت المشاكل ابتدت تزيد لأنه مش مقتنع إنها مريضة، وسابها دلوقتي عندي في البيت، ما بيصرفش عليها ولا مليم خالص، يقول لها لا طول ما أنت عند أمك مش هصرف عليكي ولا مليم، حتى لدرجة إن دلوقتي البيت. طب هو سايبها عند حضرتك ليه؟ عشان هو متجوزة حضرتك يا شيخنا عندي في البيت، هو اللي غضب ومشي. طيب يعني هو دلوقتي الجواز اصلا كان بيت الزوجيه هي نفس البيت بتاع حضرتك بالظبط حضرتك. طب هل هو، خلينا نسال سؤال، هل هو عنده بيت زوجيه تاني ولا لا؟ لا حضرتك. يعني هو دلوقتي رجع عاش مع اهله في بيتهم بالظبط كده. وهو ما طلبش ان هي تروح تعيش معاه في بيت اهله. بيت اهله بيت صغير وعنده اخواته ووالدته، فالبيت لا يصحهم. فانت دلوقتي طيب هو لو طلب ان هو يعيشوا مع بعض في بيت مستقل، عندك مشكله وعندها هي مشكله؟ لا يا فندم، طلبنا ان هو ياخد لها. طيب يبقى الحكم الشرعي دلوقتي ان هو اولا ما يصحش ان هو يسيبها عندكم، لان بنتكم دلوقتي لا هي ناشز ولا اي حاجه، ده هي مستعده تروح معاه في بيت مستقل. فبما ان هي مش ناشز ولا حاجه، على حساب كلام حضرتك اذا ما كانش فيه خلاف ادى الى ان هي طردته مثلا من البيت او عملت اي شيء تاني، فاذا كان هو اللي ترك البيت فهو ما زال زوجها وما زال واجب عليه ان هو ينفق عليها وما زالت هي زوجته. وبما انه بقى ما عندوش بيت مستقل يستطيع ان هو يعيش فيه، فاذا كان هو طالب ان هي تروح معاه يبقى ياسس لها بيت مستقل. طيب وبيت اهله ده اذا كان بيت اهله ده مش مناسب للزواج، يبقى هو ما عندوش بيت بمعنى ان هو فاقد القدره على توفير بيت، فيبقى بنتك بكده هي حافظه نفسها وحافظه ارضها بان هي تقعد معاكي اذا كان الكلام على الحال اللي حضرتك وصفتيه. طب نصحتي ايه؟ يبقى خلاص بنتك ليست آثمه وواجب عليه ان هو ينفق عليها. نصحتي ايه؟ ان زوجها يوفر لها بيت ولو ايجار، وياخد بنتك وتروحي لها انت تساعديها من دوقت الاخر.